وكأنك تقف أمام لوحة رسمتها أنامل فنان، لكنها لوحة فنية ألوانها الإنسان، ولوحتها بحر يأسر الناظرين. البلدة موسم يقبل على حضرموت، متنفس للزائرين وآسر للناظرين، حيث تنعم الأجساد ببرودة البحر وكأنه يعيد تشكيلها من جديد. إنه ذلك الموسم البارد وسط الطقس الحار، تناقض عجيب دفع بالآلاف من البشر إلى التدفق والتقاطر على مدينة المكلا للاستمتاع بجمال موسم البلدة. تظاهرة جماهيرية هائلة على سواحل عروس البحر العربي كانت انعكاسا لاستثنائية هذا الموسم الذي يحرص الزوار على المجيء إليه من مختلف ربوع الوطن. فرحة الناس كانت كبيرة، رصدتها كاميرا سهيل خلال جولتها في شواطئ عروس البحر العربي، وكانت الحشود مبهرة وكبيرة لم تتوانى عن تفويت هذا الموسم الاستثنائي. لطالما شكل موسم البلدة انعكاسا عن مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به حضرموت، وهو بمثابة رسالة عميقة أن الناس تريد أن تعيش مهما كانت الظروف صعبة والوضع قاتم. أهلا وسهلا فيكم، نبارك لحضرموت هذا العرس الجماهيري برعاية الأستاذ مبخوت بن ماضي الذي صنع لحضرموت ولمدينة المكلا واقع جديد في مهرجان البلدة السياحي الذي سيعكس ظاهرة سياحية واستثمارية لحضرموت. ما يحدث اليوم هو انتصار لحضرموت. فأطلت البلدة حاملة معها السعادة لأبناء حضرموت، وبعد رحلة طويلة مع الحر تأتي البلدة بردا وسلاما على أبناء هذه المحافظة ببرودة بحرها ونسائم ريحها، تحمل معها أملا بيمن سعيد من جديد. فحتما ستشرق شمس الوطن يوما، وسيبزغ النور في آخر نفق الوطن المظلم قريبا. عماد العامري لقناة سهيل من المكلا.